يا فهم أحلى راديو ومازلنا متواصلين معاكم الناس اللي تابعوا فينا كل 10:48 دقيقة متواصلين نحكي بغيكو ديكو وحاضر معنا جبران مساعد مهندس معماري وأستاذ جامعي صباح الخير بونجور بونجور شنو أحوالك؟ صباح الحمد لله اسمع أنت من بكري وأنت عامل لي ستريس نتاع الوقت لازمنا نبداو في الوقت هذاك عندنا برشا معلومات ليه على خاطر نتواصلوا راهو حتى نحن في الاستوديو نتواصلوا سي جبران اليوم باش نحكيو على لي شامبر نتاع الصغيرات لي شامبر دونفون برشا عباد أكور ديدي ما عندهمش أفكار قيمة باش يزينوا ولا يزوقوا البيوت نتاع صغيراتهم افكتيفمون وي برشا عباد توحل معناتها باش يعمل بيت نتاع ولده يقول لك كيفاه زعما كومون جو في بروسيدي باش نبدا كيفاش نكمل واللي اهم من هذا جبران برشا عباد يقول لك انا ماذا بيا كي باش نعمل بيت نعملها مره واحده ما نقعدش كل عام نبدل ولا كل عامين نبدل اليوم صغير يحب بوكيمون باش نحط له بوكيمون غدوه باش يحب دراشكون باش نبدل له تراسيلي دونك نعملوا دي شامبر ايبوري ستاندار تنجم تشد حتى كشي للادوليسونس عندنا تصاور هكا راهو عندنا تصاور باهي دونك باش نبدا نبداو في الديفيلمون نتاع التصاور ونبداو نحكيو على لي شامبر دونفون باه دونك فرح اول حاجه باش نعملوها كي باش نعملوا انا ميناجمون تاع شامبر دونفون هو نشوفوا الرمزيه نتاع البيت عند الاولاد الصغار خاطر الحقيقه عند الاولاد الصغار البيت نتاعو سي عباره ان كوكون يحاول يمتلكها ويحاول يكون فيها لي روبير نتاعو بتيت ابتي معناتها راهو كل كوان في البيت عنده رمزيه كبيره للطفل الصغير دونك باش نهيئوا البيوت نتاع اولادنا اول حاجه يلزمنا نعرفوا الشخصيه نتاعو نحاولوا نحلوها وماذا بينا كان مثال كان نخليو لهم حريه الاختيار معناتها حريه الاختيار كيفاش باش نلقاوها باش نشوفوا غرامه مثلا باش نشوفوا زاده شكله لا فيزيونومي نتاعو باش نشوفوا طبيعته لو تومبيرامون هي جرايد عاقل فدلاك ونشوفوا زاده ميولاته في الالعاب كما قلت انت توا دي بوكيمون والحكايات هذوك اللي ياسر اون فوك توا عند الصغار وحتى ميولاته في الالوان هذوما الكل اون فوا اون ليزا ديجاجي نولي اون اسيرني ان بو البيت كيفاش باش تكون نتاعو باهي توا نشوفوا في تصويره نتاع تسمع هكا اون بيتيت كابان دونك هذيك براتيكمون يجي للصغيرات اللي تحسهم عندهم لافونتور في دمهم سي ان كوكون دون ان كوكون اي خاطر تعرف احنا صغار كنا نعملوا كل البيوت اللي بالملاحف وكل شيء وندخلوا فيهم ونحسوها كانها دارنا هذيك في وسط الصاله ولا في وسط بيت القعاد دونك هذوما لي اوت هذوما اللي في بيوت الصغار هو سي ان اندرو اللي باش يمشي يلعب فيه باش يهز جويات ويمشي يلعب فيه داكور دونك لهنا فرح كي نحلوا الشخصيه نتاع الطفل الصغير باش نحاولوا نربطوا الشكل بالمضمون معناتها شكل البيت بمضمونها بشنو باش نحطوا فيها وشخصيه الصغير لهنا عندها قيمه كبيره وهذا راهو علم راهو علم يدرس في الجامعات يدرس في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه والتعمير وانا واحد من الناس قريته دون لو ماستر دو ريشيرش اون اركيتكتورولوجي هو علم المعمار والعلم هذا اسمه لا سيميوتيك دي اسباس اركيتكتوري لا سيميوتيك هي لا سيونس دي سيني دي سامبول معناتها هو تحليل عميق في العلامات والرموز وكي نقولوا علامات ورموز راهو اي كومبري لي كولور سي دي كوديفيكاسيون معناتها دونك لهنا اون فوا حللنا هذا الكل باش نبداو نهيئوا البيت شنو هو مكونات البيت يا سيدي فرش اول حاجه باش نعملوها عاد بون بطبيعه انا باش نقول اول حاجه الحيوط اللي انت تقول لي مكونات الحيط كي سور مش باش يجي من في الفضاء باش نعدي ما احنا عندنا حيط في البيت كيفاش باش نرجعوه شنو هما لي زاتريبيسيون انا باش معاك الاكثر من هكا مش الحيط هو ليسباس اون لوي ميم اسكو كبير صغير باش انا نجم باغ لا سويت لاميناجمون كي نتخيلوا كيفاش باش نتخيلوا اسكو باش نعمل فرش عالي باش نجم نخلي رونجمون لوطا ولا نعمل فرش عالي باش نعمل بيرو لوطا هو راهو دو بريفيرونس نمشيو للاركيتكت نقولوا له راهو عندنا الطفل نتاعنا هكا وهكا 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 وعندنا هالسباس كيفاش باش ترجله لنا داكور خاطر سيد لا سي لا ميكرو architecture هذا معناتها نحكيو على ان بتيت اسباس كومون لاميناجي كومون لادابتي او بوزوان كيفاش نرجعوه وفق حاجياتنا كلامك صحيح ليسباس نتاعنا متكون اول حاجه من الحيوط كيفاش باش نهيئوا الحيوط هذوك قلت انت حاجه نعطيك الصحه اللي قلت نجمو نخليو حاجه ايبوري نجمو في الحيوط نخليو ابيض ناصع ما نعملو عليه حتى شيء
كيما نجمو نستعملو الوان متناسقه. مي في الالوان زادا يلزمنا ديما دي طون باستيل كالم افيك لا بيرسوناليتي دو لونفون. ما نجيوش اون لو شوك افيك دي كولور غامقين على خاطر راهو لا بسيكولوجي نتاعو تتقلق. دونك نعطيو اكزامبل مثلا لو جون كلير افيك لو غري كلير نجمو نخدمو بالبلون افيك ان بلو غري باستيل فاتح. نجمو نخدمو بالبلون افيك ان فيرانيس يا تيبك دي بكدي ونجمو نخدمو زادا بالبلون افيك دو غريج لهنا كي نحكيو على الطفل بدا يكبر شويه خاطر لو غريج سي اون كولور اسي هكا اوفيسيال شويه معناتها. دونك هذوما الالوان راهو نجمو نخدموهم سور دي سيرفاس معناتها كيما نقولوا الحيط الكل نجمو ندهنوه باللون والا نخدمو سور ان سيستيم دو بانوتاج معناتها ان بانو الفوق ان بانو اللوطا شويه ان ستيل كلاسيك. اي دونك لهنا زاد نتبعوا مويولات ولدنا نجمو نوريوه هو يختار ما عندنا حتى مشكل. باهي من بعد ما ريقلنا الحيوط شنو نمشيو فرح؟ لاجونسمون. صحيح دونك لاجونسمون اللي هي الموبيليا. اي والموبيليا من شنو متكونه؟ من فرش وكوميدينو وهكا والبيرو والبيرو ولا الطويوله. انا فما حاجه نعرفها باركونتر يقول لك ديما وقت اللي هو دو بريفيرونس ما تعملش تلفزه في بيت سيرك. هذه حاجه مهمه برشا لانه فما برشا اولياء يعملوا تلفزه باش يقول لك خليه ما يشد تلفزته ويقعد في بيته وما يقلقنيش. ما لازمش التلفزه ولازم البيرو يكون محطوط ديريكسيون نتاعو دو تيل سورت لسباس دو جو يكون وراه بالتالي باش الصغير ما يتلهاش يحب يمشي يلعب. دونك كان عندك اوت والا عندك ان اسباس دو جو خليها ورا البيرو باش يقرا بالكدا الصغير ويجيب دي نوت باهين ومن بعد ما نبداوش نوبخو فيه. دونك عندنا الفرش التبدو نوي والبيرو ولا الطاوله نتاعو صغرونه لي اكسسوار دو رونجمون اي لي كماليات الاخرين كيما شفنا لي اوت هذوك اللي باش يحط فيهم لي جوي نتاعو ودي زيليمون بور رونجمون دي جوي. هذوما الكل يلزم يكون ان ستيل اسورتي. ما نجبدوا كل حاجه من شيره وتولي شكشوكه في وسط البيت. دونك نخدموا على ان اسورتيمون اللي نجم يكون دون ان ستيل كابيتوني سامبل جو دي بيان سامبل ومن نمشي نجمو دون ان ستيل ان بوا دو ستيل ان موبيلي ان بوا دو ستيل ولا نجمو كاريمون اللي هي اون فوغ برشا توا نمشيو للميتال. اي كيما التصوير اللي قاعدين كنا نشوفوا فيها توا. دونك فرش بالحديد مزيان برشا برشا ورجعنا لهم هو بون سا دات دي زيبوك انسيان مي رجعنا لهم ومحليهم محليهم. دونك وهو دو بريفيرونس راهو جبران نرجعوا للميتال خاطر الكابيتوني ديما يلم لي زكاريان ويلم الحساسيات والصغيرات برشا عندهم هيك الحساسيه من لي زكاريان ومن الريدويت ومن لي تابي. دونك ديما نخليو حاجه ايبوري لصغارنا باش نحميوهم. صحيح في بيت صغيره وانت قلت لي لاجونسمون كيفاش يكون ساعات تبدا بيت احنا ديمونسيون تاعنا ما تاعها ما نفيقوش بها اللي هي صغيره ما نفيقوش بها اللي هي تنجم تكفي وقتها ساعات نجم الاركيتكت يعطينا ان اجونسمون ويقسم البيت اون اسباس سوبربوزي جو دي بيان اسباس ماهومش فروشات. معناتها يقسم البيت دو مانيير الطفل اللي باش عنده اللي عنده الفرش الفوقاني عنده سون بروبر اسباس والطفل اللي عنده الفرش اللوطاني عنده سون بروبر اسباس. معناتها راهي ديفيزيون تصير اون 3 دي موش كان اون 2 دي. معناتها نقسموا ليسباس كاريمون اون دو سيلول عباره هذا عنده لو كوكون تاعو هذا عنده لو كوكون تاعو جوست هذا فرش الفوق وهذا فرش اللوطا. عنده الفرش الفوق والبيرو اللوطا ينجم يكون والاخر ينجم يكون عنده الفرش اللوطا وبحذاه البيرو. دونك البيت راهي ميم ان 3 سور 3 راهو يتقسم. داكور يتقسم باش نخلقوا لهم دو اسباس ديفيرون. هذوما 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 سي دي ريفلكس نتاع 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 هندسه معماريه. اي لا سي كلير. دونك سورتو بالنسبه للرانجمون نتاع لي جوي خاطر الامهات ديما يعانيو مشكل لي جوي يبداو ايباربيي باغتو وكل. دونك ماذا بينا هكا سدا فما دي زاستيوس حتى في وسط الموبل في وسط الفرش تاع تلقاو دي رانجمون اللي كافيونا باش نحطوا رصفوا لي جوي نتاعنا ما يقعدوش مفرتين. اي من بعد نلقاو القاعة. القاعة ماذا بينا ديما في لي شامبر دونفون خليو ان سول شالورو معناتها حميمي شوية هكا ما نخليولوش قاعة باردة كيما الرخام وكيما لي بيير معناتها
لي مينيرال نعملو ان باركي بوا يعطي بكدا بكدا في وسط بيوت صغار فما لي دال سوبل اللي هما سي دي دال يعطيونا اون تيكستور نتاع قماش واللي هو لافابل حتى وكان صغير مسخ ولا يتغسل فاسيلمون وفما زاده اذا كان نحبوا نعملو اون موكيت تيكستور بوا نجم ما عندنا حتى مشكل تو بالنسبه للي موكيت والا باش نعملو لا تيكستور سوبل هذه نجمو نعملوها على الرخام ما يتمسش الرخام بعد سويت بعد كي يكبر شويه نحبوا نحيوا كل تتنحوا معنا حتى ما يقعدش الرخام بالكل ما لا سي دي سوليوشن اللي ميهلكوش الدار حتى الباركي كي يركب راهو بلاش كول راهو بالكل بكل معناتها يتحط حتى الباركي نجم تجي تلقاها مقلع مرصف كله فوق بعضه سورتو كي يبدا صغير توربولون ما قلنا عاد نرجعوا لشخصيه الصغير من الاول اي سي كلير عملنا هذوما الكل نمشيو لي دراباج لي ريدو لهنا احنا وشنو الستيل اللي مشينا فيه كان مشينا برشا الوان دونك ماذا بينا نكلم لو جو شويه نقعدوا في لي بلون ولا لي تون دو غري كلير وبعد جينا لا لوميير اللي مراه بيوت صغار ماذا بينا اون لوميير تاميزي ولا ديريكسيونيل ما نخدموش على الثرياتك اللي تعطيك اللوميير ما تعرفش كيفاش تخرج استاد المنظر هاي صح دونك نخدموا على لي لامب دو كوان شفنا في التصاور عندنا دي لامب دو كوان دي لوستر ليجي دي بروجيكتور سور راي زاد يخليو لنا لا لوميير ديريكسيونيل معناتها تضرب على لوبجي بيدو ولا البيرو مثلا وقت اللي هو باش يقرا بالضبط نجمو نعملو اون لوميير على البيرو نتاعو وقت اللي باش يقرا وما ننساوش اون كومبوزونت نعطيوه برشا كتب في بيتو على خاطر يزمو يطالع وي سيغتان بيبليوتيك فيها برشا كتب يعطيك الصحة عايشك مشكور جبران مساعد مهندس معماري قدم لكم كيفاش تنجموا تحضروا بيوت صغيراتكم نحكيو شامبر دونفون راهو خاطر باش نحكيو مرة أخرى على لاجونسمون نتاع شامبر دو بيبي اللي العباد زاد كيف عندهم إشكالية في الإلهام يستناو في صغير ومش عارفين كيفاش يعملوا له بيوت وي يعطيك الصحة جبران مشكور على كل التوضيحات هذيا وقيت باش نمشيو مع الميتيو الفاغو بونجور بونجور دونك نحن تقريبا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم كان رافقكم البرنامج من 9 ل 11 في ساعتين فرح نتلقاو مثنين للجمعة من 9 ل 11 متاع الصباح ما بقى لي كان نقول لكم بسلامة الناس الكل موعد متى وأخبار مع سلمى هلال وتتواصل البرمجة على راديو يا فما